وبارك للجميع فوز المملكة باستضافة إكسبو 2030. بعد تسأل بعد إعلان الفوز المملكة هل سيؤثر هذا على الإنفاق؟ الإجابة بسيطة جداً. المملكة عندما أطلقت رؤية السعودية 2030 أطلقت معها مجموعة مشاريع ومبادرات واستراتيجيات، ومن ضمنها استراتيجيات تتعلق باستقبال السواح على سبيل المثال. وخططت المملكة لاستقبال 100 مليون، والآن ستزيد ذلك يمكن إلى 150 مليون سائح في سنة 2030. الدولة التي تستطيع أن تستقبل وتبني البنية التحتية لاستقبال 150 مليون سائح ستستطيع أن تستقبل ضيوفنا في إكسبو 2030 دون زيادة تكاليف. بس عشان نختصر، البنية التحتية والمشاريع التي ستبنى في المملكة وبالذات في الرياض من الآن إلى 2030 المخططة من بداية الرؤية، وسمعنا إطلاقات متعددة بما في ذلك استراتيجية النقل والخدمات اللوجستية، استراتيجية السياحة، توسع في بناء الفنادق، توسع في الخدمات وغيرها، وأيضا التوسع في مشاريع المياه والصرف الصحي وغيرها، ستكون كافية لتوفير البنية التحتية اللازمة لاستضافة إكسبو ويمكن 3 إكسبو غيرها إذا فيه. أنا أعطيكم مثال بس بسيط جدا، مشروع القدية لحاله اللي سيبعد عن قدية عن إكسبو نص ساعة بالسيارة يستوعب 5 إكسبو أو أكثر، مساحته أكثر من 10 إكسبو. فيعني لا نقارن نفسنا بدول قد لا يكون عندها البنية التحتية جاهزة وتتكبد تكاليف كبيرة جدا سواء لاستضافة إكسبو ولا استضافة كأس العالم بإذن الله إذا نجحنا في الفوز بالاستضافة في 2034.